والله بزمان ركت. السلام عليكم، اليوم جايكم مقطع جديد، اليوم جايكم مقطع ركت ليج جديد. اليوم السيزن رقم 11. والله اني ناسي ان السيزن راح 10، بس يوم شفت انه بينزلوا موسم جديد قلت خلني اشوف الموسم وش رقمه، يعني من كثر ما نسيت اللعبه. يعني اللي يحبون ركت انا اسف يعني، بس ما في محتوى. في محتوى بس انه يبغى لها. قبل ما نبدا لازم نوريكم التريلر حق سيزن 11. بسم الله. اوكي، قاعد يفحطون دخلنا وراهم بالالوان غريبه. السياره اللي في النص هذه وش هي؟ روب نيسان سيلفيا. هل هذه نادره؟ اتوقع انها نادره، يعني زي نظام النيسان جي تي ار وهذه الاشياء. اوكي، اضافوا مشجعين يعني موجودين من قبل اتوقع. لا قاعده درفت انتم، مدري ايش. هل في طور درفت او في تحديات درفت؟ ما ادري. والعافيه البلبلست. هلاب. هذه النيسان في ليتفيا. والله اللي بنت اسمه هذا الشيء، هذه نفسها بعد روكت باس برينج ذا بارتي. دي موف بيفور فلايت، شيل قبل ما تطير. انا ما ادري وش الاكس او جي جي اكس او هذه. هذا هو سيزون جديد، خلونا ندخل نشوفه. اعتذر هذا المقطع ما فيه مونتاج مره كثير، لكن المقطع لازم ينزل باسرع وقت لان السيزون تو نازل. الحين الساعه كم؟ 7:30 شيء زي كذا. خلونا نشوف الجواز. بسم الله، سيزون 10. اوكي، برونز سيلفر جولد بلاتينيوم دايموند شامبيون. ما في جراند شامبيون للاسف. ما عليه ما عليه، نكبر وننسى ان شاء الله. قبل ما نشوف الركت باس حاب اقول لكم انه كايزن حاليا عنده تطبيق في الجوال، حمل تطبيقهم. ليش احمله؟ لان عندهم خصم في التطبيق عباره عن 10%. الخصم حقي انا 3% الى 5%. ما يتعدى. مبروك عليك 10% خصم، فالحق. تخيل انك تشتري اغراض روكت ليج واذا ما استلمتها خلال 24 ساعه راح ترجع لك فلوسك وتاخذها ببلاش. ما يحتاج تتخيل، هذا هو كايزن. ودك باغراض كريدت رفع رانك، حتى تقدر تبيع لهم الاغراض. كل هذا وبارخص الاسعار حرفيا، وعندهم كل المنصات، كل طرق الدفع متوفره عندهم، حتى الابل باي. لا تنسون كود بي اس ال قبل ما تشترون. يعطيكم العافيه، خليكم على المقطع. والله العظيم اني شريت بنفسي من التطبيق، حملت تطبيق حطيت كود اب وشريت كريدت. مثل ما تشوفون معي 1700، كان معي حوالي 700 بس. خلونا ندخل على الركت باس. بسم الله بسم الله. اوكي، هذه النيسان سيلفيا. الكفرات الغريبه هذه دائما يجيبون كفرات غريبه ما ادري ليش. هذا تموج. اوكي كريدت، وش ذا الكفر الغريب؟ الو عمي اعطونا شيء نعرفه. طيب مزعج، والله انه مزعج مره. هلا بي قطار، هذا مو سياره. الكفر هذا لا باس، يعني افضل من الكفرات اللي قبل بكثير. هنا نيسان سيلفيا ار ال اي، هل معناها روكت ليج؟ لا لها اختصار ثاني انه معدله زي نظام جي تي ار وكذا. اوه تيتانيوم وايت. اوكي الليفل او 96 اتوقع، ما راح اوصله مع السيزون ذا، بس ان شاء الله يجيبون اشياء جديده. اوكي اورنج، غريبه اورنج قبل تيتانيوم وايت، هذا ما ادري شلون جاي صراحه. وكذا خلصنا. لازم نعلمكم انه في كود في الايتم شوب اللي هو كود في اس ال كابيتال سمول، ما يفرق كذا بتفيدني. نروح على روكت باس ونشتري. بسم الله. لا نشتري هذه، هذه صراحة حلوة بس انها غالية شوي، ما معي ذا الفلوس الواجد. نحط السيارة ونلعب فيها على طول. جاهزين؟ بس باقي اصبروا، باقي نحط الكفرات وهذه الاشياء، يبغالنا نعدل. والله ما ادري هذا كنا عليه قصدير، بس نحط هذا. خلينا نحط العادي. اوكي الوان خلوها زي ما هي. حلو، دجاج على الفحم. دجاج على الفحم، يعطيك العافية. ما ودي احط دجاج على الفحم. والله فيها صوت حلو. لا 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 يا نتي تكفى، يا رب ما في لايك. حلوة يا عين يا خوي، تفهم انا ليش عندي لاك طول الوقت؟ طيب يعني اوكي سيزون جديد، لاك جديد يعني لاك قديم. طيب وزنية السيارة يا شباب، وزنية السيارة ما يدخل. اتوقع انكم ما تشوفون حق ال تكفى. لا 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 خوي خوي تحمست. يا عمري يا عمري يا عمري، ترى غيرت اسمي يا شباب عشان ما حد يلخم. والله توقعت انه ما تجي صراحه. كويس ان الفيس كام غطي على علامه حمراء طول الوقت. اوكي سلكان يا شباب، سلكان السلك. اعطاك يا اخوي، اعطاك اعطاك. حسبني بنجرز يا اخوي، يعني مو بسبه يا اخوي، انا اسف بس انه صدق هذا الشيء قاعد يصير. ايوه روح. الله يا الجمبر ست، كيف سويته؟ والله ذا متحمس مرة. نقش السلك يا عمري. تشوفون اللاك؟ تشوفون طول الوقت ترى، والله طول الوقت. ها معي بوست، نيد بوست، والله نيد بوست. هذا لعيب يا عيال، هذا مو مستواي صراحة. يعرف يطير، يعرف يتحكم في الكورة، في الطيران، كل شيء. ما ادري هل هو تشامبيون مو بتشامبيون ولا يبغون يختبروني، ما ادري.
لخمت الكل ها؟ مالي مالي ليه ليه يا عبده؟ يبغى يفيك ما في تفيك. ايوه نحب العياد دي نحب العياد يا عمري. نايس شوت الله يفهم العيد فرحه يا شباب ما له داعي ابدا طقته مع انه شوف الريكفري حقه يعني على طول الرجع ما شاء الله بغى يجيبها والله اني حاولت اطق اي شيء لان سمعته يطير جنبي قمت ام العافيه تكفى لو يا خوي والله انا اللي لا يا عمري بالله قل بدون وديني والله السيارة ذكرني بنيسان جي تي ار صراحة بس انها اخف من نيسان جي تي ار فكة بسيطة ما ادري شلون لا تسألوني هل انصح بشراء ولا لا نشوف بعد الجيم الثاني يعني يمكن تجي فينا العيد السيارة لا تخش يا خوي لا تخش الحمد لله والله ضيع والله ضيع تكفى يا خوي اوكي توقعت انك بتضيع بس مو بهالدرجة عاد تعال شوت ايه يا شيخ كالكوليتد يا ابوي كالكوليتد ودي شرطة ودي حوش شوف كيف خش يا خوي تفهم اوكي بدينا نضيع وقت نفوز والله العظيم ذا الخصم الثاني صراحة العيب يعني افضل واحد فينا تقريبا يا عمري الجيم الاول دن جي جي والبليد لا تشدها انا اسف ما شديتها بس فزنا اوكي لا ضدي شكله والله ضدي خوي اوكي ديسكونكتد طيب الحين عندي لاج تكفى خوي حطني مين لا بيجلطني ذا ما ادري ايش كان يسوي صراحه يا عمري حلو القراية حلوة يديك هدف تكفى هدف يا ساتر نيد بوست الله والله جربي خوينا صح اني تأخرت بس جربي صراحة هذا من وين طلع ذا كنت بمشي شوي بسوي فليب ريست بس حتى ما عارف بس يعني نحاول ما احتاج له بوست كلوز ون لك يا خوي روق في ادري ما معك بوست بس روق تكفى اوكي طلع لك بوست اعطني مين يا عمري قريت باس والله قريت باس ادري اني زرفتك بس نايس شوت قريت باس قاعد امدح نفسي انا ليه ما ادري والله نحسبها 2-1 لنا ما ادري ليش حسبها 2-1 ترى فيك الارض ذا تكفى عمري تفهم والله تفهم نايس شوت يا عمري يا زاوية الله مجيد مدري ماجد شكرا خيانة من الكورة مدري انا اسف روح لا تضيع ايه يا شيخ اسفين يعني لازم نلعب جيم ثالث لان باختصار انسحبوا جدي والبليت عيني بسم الله اوكي هذا ما افك السالفة اوكي يو هدف يا عمري قريها من اول قلت لكم هدف من بدايتها يا شباب شوت جريت باس تفهم والله تفهم يا خوي لا السياره جزت لي صح والله السياره مو بسيئه يعني توقعت انها اسوء من كذا بس الحمد لله لا ما وصلت لمرحله السوء اللي في راسي يا عمري ينشب يا خوي ما معي بوست بس اضطريت اني اسوي زي كذا اوكي خوينا رجع على بالي انه موجود اوكي بيشوت على طول كلكليتد بس هذه مو كلكليتد خليناها شوي والله اوبا والله ضيع يا ساتر لا تكفى لا يا شيخ لا والله غلط ان خشينا كلنا خوينا خش مع الجنب عشان كذا لخمت انا
لا 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 الله يقهر. امشي استقعد. يا ساتر مستحيل مستحيل والله مستحيل والله مستحيل. قلبه الطاولة قلبه محترمة. قاعدين نجيب العيد انا خويي. لك خوي تستهبل. اشترك الكورة ما ادري. يعطيكم العافية اللي ما اشترك اشترك. فعل زر التنبيهات باذن الله يكون في محتوى الروكت. فترقبوا.